استاذ محمد. استاذ محمد معتذر. انت مش طرف. مفيش حاجه تمت ان افرض الله. انا بقول كده. الله يرفع لك حاجه. خلاص وكل على الله. وكل على الله. هو ايه يا عم عم؟ ما هو يتكلم على الزعم ده. ده عرض جميل. خدوني على ناحيه يا عم. انا بتكلم انا بصراحه انت عارف. يا عم اسمع معلش بس النجاح. انت حكمت لي 10000 واحنا بنحتش. لا بعد اذنك. عايز يتكلم يتكلم اللجنة هنا. انت هنا منه خلاص. يا عم السيد. يا عم خلاص خلاص انت. خلصت. قوم يا عم السيد. اسمع بقى انت هو. بارك الله فيك يا حاج السيد. اسمع بقى المحضر عشان نخلص. رحيم للإخوة في الإسلام ولحق الجوار ولحقن الدماء بين طرفي النزاع قررت لجنة التحكيم الآتي: 1. حقن الطرف الأول الحاج السيد أحمد صباح لدى الطرف الثاني الحاج عزة صلاح إبراهيم مبلغ وقدره 23,000 جنيه مصري. 2. حقل الطرف الثاني الحاج عزة صلاح إبراهيم لدى الطرف الأول الحاج السيد أحمد صباح مبلغ وقدره 11,000 جنيه مصري. 3. رأت لجنة التحكيم ترك مبلغ وقدره 2,000 جنيه لراعي البيت. 4. أصبح المبلغ المتبقي للطرف الأول الحاج السيد أحمد صباح لدى الطرف الثاني الحاج عزة صلاح إبراهيم مبلغ وقدره 10,000 جنيه تدفع خلال 40 يوما. 5. على طرفي النزاع سرعة سحب المحاضر المحررة في الجهات الشرطية